سؤال رقم واحد، يمكنني أن أتقدم في ملتقى الطرق باش نتابع السير للقدام؟ نعم، إجابة واحد. لا، إجابة زوج. باش نغير الاتجاه على اليمين؟ نعم، إجابة ثلاثة. لا، إجابة أربعة. سؤال رقم جوج، يجب أن يسمح بمرور السيارة الحمراء؟ نعم، الإجابة واحد. لا، الإجابة جوج. السيارة الكحلة؟ نعم، الإجابة ثلاثة. لا، الإجابة أربعة. سؤال رقم ثلاثة، قبل ما نتجاوز هاد العربة ويمكن ليا نستعمل المنبه الصوتي؟ نعم، إجابة واحد. لا، إجابة زوج. نستعمل ضوء الطريق؟ نعم، إجابة ثلاثة. لا، إجابة أربعة. سؤال رقم أربعة، يمكن لي نتابع السير للقدام؟ نعم، الإجابة واحد. لا، الإجابة جوج. نغير اتجاه اليمين؟ نعم، الإجابة ثلاثة. لا، الإجابة أربعة. سؤال رقم خمسة، يمكنني السير بسرعة 70 كم/ساعة؟ نعم، إجابة واحد. لا، إجابة زوج. 80 كم/ساعة؟ نعم، إجابة ثلاثة. لا، إجابة أربعة. سؤال رقم ستة، يسمح بالمرور لجيلين من اليسر؟ نعم، الإجابة واحد. لا، الإجابة جوج. اليمين؟ نعم، الإجابة ثلاثة. لا، الإجابة أربعة. سؤال رقم سبعة، سائق السيارة البيضاء تقدم في ملتقى الطرق، يمكنني أن أتبعه بلا ما نوقف عند خط الوقوف؟ نعم، إجابة واحد. لا، إجابة زوج. سؤال رقم 8،
يمكن لي غير الاتجاه لجهة اليسر. نعم لإجابة واحد، لا لإجابة جوج. جهة اليمين، نعم لإجابة ثلاثة، لا لإجابة أربعة. سؤال رقم 9، هذه الإشارات كتعني أن طريق محفرة إجابة واحد، حادثة إجابة زوج، وسط الطريق كيزلق إجابة ثلاثة، ممنوع التجاوز إجابة أربعة. سؤال رقم 10، وضع مناسب باش نغير اتجاه اليسر. نعم الإجابة واحد، لا الإجابة جوج. سؤال رقم 11، أول منعرج كتعلم به العلامة موجود على لمن الإجابة واحد، ليسر الإجابة زوج. سؤال رقم 12، حسنا نستعمل فرامل المحرك الإجابة واحد، الفرامل الرئيسي الإجابة جوج. سؤال رقم 13، للوقوف في هذا المكان واجب عليا نخلي أضواء الوضع مشعولة. نعم الإجابة واحد، لا الإجابة زوج. سؤال رقم 14، تدخين في وقت السياقة يمكن إيقاف التركيز. نعم الإجابة واحد، لا الإجابة جوج. سؤال رقم 15، ننقص من السرعة في الحال إجابة واحد، تن عند حدبات الطريق إجابة جوج. سؤال رقم 16، يمكن تجاوز الشاحنة من جهة اليمين. نعم الإجابة واحد، لا الإجابة جوج. سؤال رقم 17، باقي يمكن لي نغير الممر
باش نغير الاتجاه اليسر. نعم إجابة واحد، لا إجابة زوج. سؤال رقم 18، من هذا المركز اللي كتشير ليه العلامة يمكن لي أن تصل ب نجدة جواب واحد، مول جراج جواب جوج، صاحبي جواب ثلاثة. سؤال رقم 19، نتنحى على اليسر. نعم إجابة واحد، لا إجابة زوج. سؤال رقم 20، يمكن أن نغير الاتجاه اليمين. نعم الإجابة واحد، لا الإجابة جوج. اليسر، نعم الإجابة ثلاثة، لا الإجابة أربعة. سؤال رقم 21، هاد العلامة كتعلمني بوجود ممر خاص بالدراجات. نعم الإجابة واحد، لا الإجابة زوج. رقم 22، لازم يمكن لي ناخذ طريق الى اليمين. نعم الاجابه واحد، لا الاجابه جوج. سؤال رقم 23، يمكن لي أن استمر في السير في هذا الاتجاه. نعم إجابة واحد، لا إجابة زوج. سؤال رقم 24، السيارات اللي قدامي واقفة، واش نسمح للسيارة الرمادية بالمرور؟ نعم جواب واحد، لا جواب جوج. سؤال رقم 25، يمكنني التوقف في وسط الطريق؟ نعم إجابة واحد، لا إجابة زوج. في جنب الطريق؟ نعم إجابة ثلاثة، لا إجابة أربعة. سؤال رقم 26، ممنوع التوقف على
عربات السكن المجرورة جواب واحد، شاحنات صغيرة جواب جوج، شاحنات الكبيرة جواب ثلاثة، الحافلات جواب أربعة. سؤال رقم 27، في هذه الوضعية حسن لي نشد اليمين؟ نعم، إجابة واحد، لا، إجابة زوج. نضبط مساحات الزجاج على السرعة الكبيرة؟ نعم، إجابة ثلاثة، لا، إجابة أربعة. سؤال رقم 28، تناول المخدرات الخفيفة كيأثر على السياقة؟ نعم، الإجابة واحد، لا، الإجابة جوج. سؤال رقم 29، توقف ممكن على شريط الوقوف الاستعجالي؟ نعم، الإجابة واحد، لا، الإجابة زوج. في جنب الطريق؟ نعم، الإجابة ثلاثة، لا، الإجابة أربعة. يمكن لي لتابع السور القدام؟ الإجابة واحد، نغير اتجاه اليمين، الإجابة جوج، نغير اتجاه اليسر، الإجابة ثلاثة. سؤال رقم 31، تحديد السرعة أصبح واجب في الحال؟ إجابة واحد، من بعد 150 متر؟ إجابة زوج، عند المنعرج اللي جاي؟ إجابة ثلاثة. سؤال رقم 32، يمكننا نتجاوز؟ نعم، الإجابة واحد، لا، الإجابة جوج. سؤال رقم 33، نخفف من السرعة ونكمل طريقي؟ الإجابة واحد، نوقف، الإجابة زوج، نكمل طريقي بلا ما نقص من السرعة، الإجابة ثلاثة. سؤال رقم 34، نكمل طريقي؟ جواب واحد،
ولا نوقف؟ جواب جوج. سؤال رقم 35. طرطيق لتيكون إلى بدلت السرعة يمكن أن تجعل السرعة في تحريك قبضة مبدل السرعة؟ نعم، إجابة واحد. لا، إجابة زوج. الواصل البالي. نعم، إجابة ثلاثة. لا، إجابة أربعة. سؤال رقم 36. الكيس الورقي كيتنفخ في وقت الاصطدام كيغير من استعمال حزام الصمامة بالنسبة للسائق؟ نعم، إجابة واحد. لا، الإجابة جوج. بالنسبة للركاب؟ نعم، الإجابة ثلاثة. لا، الإجابة أربعة. سؤال رقم 37. إلا شفت هاد العلامة واجب عليا نقص من السرعة؟ الإجابة واحد. نحافظ على نفس السرعة؟ الإجابة زوج. سؤال رقم 38. هاد العلامة كتقول لي كاين منحدر؟ جواب واحد. وسط الطريق كزلق؟ جواب جوج. سؤال رقم 39. إلا شفت هاد العلامة واجب عليا نقص من السرعة؟ الإجابة واحد. نحافظ على نفس السرعة؟ الإجابة زوج. نوقف؟ الإجابة ثلاثة. سؤال رقم 40. هاد الطريق هادية، دور على اليسر؟ الإجابة واحد. تضييق؟ الإجابة جوج. الدور على اليمين؟ الإجابة ثلاثة.